اسمه لطيف، لكنه في الملعب ليس لطيفاً على الإطلاق. تونسي شاب يطارد مسيرة الملك المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والبداية من سويسرا وبقميص نادي بازل، فما القصة؟ الأندية التي تشهد بداية انطلاقة من تحولوا فيما بعد إلى نجوم كبار في عالم كرة القدم، خصوصاً في كرة القدم الأوروبية، دائماً ما تكون محط أنظار الجميع بحثاً عن تكرار هذه الأساطير مرة أخرى. ولا شك أن الدولي المصري محمد صلاح أصبح أحد نجوم كرة القدم في العالم، والذي يتطلع الكثير من اللاعبين الشباب إلى مسيرتهم واقتفاء أثرهم، وهو ما حول نادي بازل السويسري الذي شهد انطلاق علاقة صلاح الأوروبية إلى محط أنظار الجميع. في صفوف بازل في سويسرا ظهرت موهبة تونسية، وهو سيف الله لطيف، والذي رشحه العديد من الناس لاقتفاء أثر النجم المصري محمد صلاح خلال الفترة المقبلة. رحلة محمد صلاح نحو المجد الأوروبي بدأت من صفوف نادي بازل السويسري عندما انتقل إليه في عام 2012 قادما من المقاولون العرب، ولعب مع الفريق 79 مباراة في مختلف المسابقات. بعد تسجيل 20 هدفاً وتقديم 17 تمريرة حاسمة، انتقل محمد صلاح إلى تشيلسي الإنجليزي، ثم إلى فيورنتينا وروما الإيطاليين، وأخيراً استقر أمره في صفوف ليفربول الإنجليزي. سيف الله لطيف انضم كذلك إلى صفوف نادي بازل السويسري، لكنه خرج في الموسم الحالي على سبيل الإعارة مع نادي وينترثور، إلا أن عقده مع بازل يستمر حتى عام 2026. ويمتلك النجم التونسي ومهاجم منتخب نسور قرطاج سرعة كبيرة ليكون أحد أفضل الأجنحة في الدوري السويسري في الموسم الحالي، وهو نفس العاملية الذي ساعد محمد صلاح على التطور سريعا في أوروبا، وهو كذلك ما دفع نادي بازل إلى الرغبة في استعادة جناحه التونسي في الموسم الجديد. وبخلاف السرعات الكبيرة، فإن النجم التونسي يمتلك حصيلة تهديفية مميزة مع نادي وينترثور في الموسم الحالي، إذ أنه خلال 14 مباراة خاضها مع الفريق في الدوري المحلي نجح في تسجيل 6 أهداف وقدم تمريرتين 2 حاسمتين. صاحب 23 عاماً يمتلك مرونة تكتيكية كبيرة، إذ يلعب في مختلف المراكز الهجومية وفي وسط الملعب كذلك، حيث لعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، وكذلك في مركز المهاجم الصريح وحتى صانع الألعاب. إلى جانب كل ذلك، فإن سيف الله لطيف ليس اسماً على مسمى داخل الملعب، فهو يمتلك شخصية قوية للغاية جعلته يعتبر النجم الأول في صفوف وينترثور في الموسم الحالي. وأملاً في تكرار مسيرة محمد صلاح، يريد لطيف العودة من جديد إلى نادي بازل والمشاركة في البطولات الأوروبية ليبدأ رحلة جديدة في المستويات العليا في القارة الأوروبية كما حدث مع النجم المصري.